كانت اللام للانتهاء وحينما تقول وصلت للأزهر يعني إلى الأزهر، يبقى إذن تأتي اللام بمعنى إلى، لكن هذا المعنى ليس معنى ظاهرا فيها أو مشهورا فيها، لكن المشهور أن اللام تكون للملك، ولذلك جاء قوله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض، وهذا موجود في علم البلاغة حينما يقال إذا تقدم ما حقه التأخير أفاد الاختصاص، يعني الذي حقه التأخير إذا تقدم يفيد إيه؟ الاختصاص. إذن العبارة في غير القرآن على أصلها ما في السماوات وما في الأرض لله، وما هنا بمعنى الذي، يعني الذي في السماوات والذي في الأرض لله، يعني يملكه الله، إذن اللام للملك، إلا أن الملكية هنا أخذت دائرة خاصة وهي دائرة اختصاص ما في السماوات وما في الأرض بمن؟ بالله. هذا المعنى وهو الاختصاص لا يتأدى والجار والمجرور في مكانه، وإنما لابد من التقديم ليفيد التقديم اختصاص المتأخر بإيه؟ بالمتقدم. فحينما يتقدم ما حقه التأخير ويأتي النظم لله ما في السماوات وما في الأرض، إذن أفادت العبارة أن كل ما في السماوات وكل ما في الأرض لمن؟ لله على وجه الخصوص. طالما صار الكل لله، ما في السماوات لله وما في الأرض لله، وهو صاحب السماوات والأرض ملكا وملكا، فإذا كان الأمر كذلك فهل هناك من مليك بعد الله عز وجل؟ لا أحد. ولذلك هذه العبارة حينما يسمعها العاقل يقول إذن نحن لا نملك شيئا، وكل ما في الأرض إذا أسند إلى واحد على أنه مالك فهذا ملك لا على سبيل الحقيقة إنما على سبيل المجاز، على سبيل إيه؟ ولو كان على الحقيقة كان صاحب الملك يظل على ملك، ولكن معلوم أن كل واحد فينا إذا ملك في الدنيا شيئا فإنه حينما تخرج منه الروح ذهب ما كان عنده إلى غيره، إذن هو لا يملك شيئا، هو كان خليفة، ولذلك قال سبحانه وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، مما جعلكم إيه؟ مستخلفين. طالما جعلنا مولانا عز وجل وهو صاحب الملك جعلنا مستخلفين، يعني لسنا بملاك بحال من الأحوال. إذن حينما يقول سبحانه لله، يعني هذا الذي سيأتي من بعد يخص الله، وإذا كان هو لله على وجه الخصوص إذن لا أحد بعد الله يملك شيئا، يعني لا من إنس ولا من جن ولا من ملك يملك شيئا، لأن الكل يملكه واحد وهو الله عز وجل.